والله ربنا يوفقهم ودايما بالأحسن يعني، لأن أنا ليا أختي يعني، فأنا عشان بحب الخير لأختي أتمنى الخير لكل البنات. نقول لهم إيه يعني؟ ربنا يهديهم. أنا بقدم لهم النصيحة، كل بنت تخلي بالها من نفسها وتشوف دراستها كويس، ولغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يرزقها بابن الحلال. يشوفوا وياخدوا بالهم من نفسهم أهم حاجة. انتوا يعني ان شاء الله مستقبل كويس، وربنا يوفقكم جميعا، وربنا يسعدكم كده ويرزقكم بالناس اللي تحافظ عليكم. بس ربنا يخليكم لينا، انتوا نص التاني، ربنا خلقكم عشان تكملونا احنا. اوجه لهم رساله، اقول لهم انتوا الفاكهه بتاعت الدنيا كلها، ومن غير كل حياه ما تبقاش ليها معنى ولا طعم، وبتمنى لكم من كل قلبي كل سعاده وكل تفوق وكل تقدم، وكل سنه كده اقول لكم كلمه حلوه ويبقى سنه سعيده عليكم دايما دايما، منورين الدنيا، وكل انتوا كل حاجه حلوه في الدنيا.